المستجدات في هذا الموضوع. معانا على الهاتف الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. صباح الخير بسام. صباح النور يا فندم، وصباح النور على الحضارة المصرية. أهلا بحضرتك ومنورنا ومشرفنا في استوديو صباح بيه. بيك. حابين يعني أسأل حضرتك سؤال، هل من حق مصر استعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني؟ هو الحقيقة لما أنا بدأت الحملة السنة دي، لأن الحملة ديت الحملات بتاعت طلبات استعادة لوحة رشيد الحجرية، ودي التسمية طبعا العلمية الصحيحة، يعني أصح من حجر رشيد لوحة رشيد الحجرية لأنها منقوش عليها فهي لوحة. فالحملات دي بتتجدد، يعني أنا أعمل حملة من كام سنة وبعدين أجددها تاني وتالت ورابع. السنة دي لما جددت الحملة كان لأكثر من سبب. نمرة واحد، وجدت أن هناك فكرة الاحتفالية العالمية ب200 سنة على فك الطلاسم الكتابات والرموز الهيروغليفية، لأن مع معروف أن شامبليون سلم الورقة العلمية بتاعته 1822، يعني السنة دي 200 سنة. فقلت هي فرصة برضو كويسة جدا أن العالم كله بيشاور على لوحة رشيد الحجرية للأسف الشديد موجودة في المتحف البريطاني، رغم المحاولات المضنية اللي اتعملت على مدار سنين لاستعادة هذه اللوحة الحجرية، ولكن يوجد إصرار كبير جدا من متحف بريطانيا، متحف البريطاني في لندن، واللي أنا طبعا زرته كذا مرة وقفت قدامها كذا مرة، هو في إصرار كبير جدا إن هم ما يرجعوهاش. طيب إيه العذر بتاعكم، أو أنتوا لما بيتقال لكم رجعوها بتقولوا إيه؟ بيقولوا إن ده سنتر أو إن ده مركز، المتحف البريطاني في لندن ده مركز عالمي وبيتحط فيه الآثار بتاعة العالم، وعاملينها من غير تذاكر، يعني عاملين المتحف مجانا، فبالتالي الناس اللي رايحه وجايه يقدروا يشوفوا الحاجه. طبعا عذر اقبح من ذنب، لان ده حاجه مصريه والمفروض ان كل ما هو مصري مكانه الاراضي المصريه. ده اول حاجه. تاني هام فكره ان هم قالوا ان طب انتوا يا جماعه قدموا لنا طلب رسمي للمتحف البريطاني. ما معناه وما قالوهاش كده، هم قالوها ما فيش طلب رسمي يتقدم. فدلوقتي احنا يعني في الحمله بتاعتنا بقترح على سياده وزير الاثار الجديد الدكتور عيسى ان هو يقدم ورقه رسميه من وزاره الاثار والسياحه الى المتحف البريطاني فيها جمله واحده: يا جماعه احنا مصر وانا وزير الاثار اللي بيمثل الاثار المصريه في مصر، انا بطلب منكم ان انتوا ترجعوا لنا رسميا، ترجعوا لنا لوحه رشيد الحجريه الى مصر، ده من حق مصر. طيب نيجي بقى على الكلمه اللي هي عامله فيها المقاله اللي حضرتك ذكرتها في الاول ديت، اللي هي المقاله بتاعتي. لما انا جيت رديت على بعض الناس اللي طلعت قالت بس طبقا للقانون الدولي، هنا بقى دي مهمه قوي حضرتك، طبقا للقانون الدولي لوحه رشيد الحجريه تستنى في المتحف البريطاني. طيب القانون الدولي بيقول ايه؟ بيقول ان كان في اتفاقيه اسمها اتفاقيه الاستسلام، هي مش اتفاقيه، هي اسمها كده، حتى الانجليز سموها كده، سموها كابيتاليزيشن اوف الكسندريه، استسلام الاسكندريه. دي لما فرنسا اتغلبت من انجلترا، كلكم طبعا فاكرين موقعه ابي قير اللي انتم ذكرتوها في المدرسه ايام الحمله الفرنسيه. والمهم ان الفرنساويين اتغلبوا، وكان عندنا الجنرال مينو هو اللي ماسك الحمله. الجنرال مينو اتغلب والفرنساويين اتغلبوا، فالانجليز قالوا لهم لازم تسلموا كل حاجه انتم واخدينها كممتلكات عامه من مصر، لازم تسلموها قبل ما تمشوا من مصر وتروحوا فرنسا. دي كانت يعني من ضمن بنود استسلام الاسكندريه. استسلام الاسكندريه الحقيقه كان ممضي من مين؟ كان ممضي من انجلترا، العثمانيين كانوا مع الانجليز ضد الفرنساويين، وفرنسا المغلوبه، ادي الثلاثه. وبالاسم كده سريعا، كان كابتن حسين باشا، وده ممثل عن الحكام العثمانيين، يعني مش مصري، يعني مش مصري، يعني مش مصري، اهو قلتها ثلاث مرات اهو، يعني مفيش مصري. بتؤكد على هذه المعلومه يعني. بالظبط يا فندم، مفيش مصري مضى، مفيش مصري حط توقيعه على استسلام الاسكندريه، اللي هو من سببها في ماده اسمها الماده 16 دي، رجعت لوحه رشيد الحجريه الى طلعت، يعني ما رجعتش من مصر، خلاص طلعت بريطانيا وما رجعتش من ساعتها. فهذه الماده، ماده 16، هي المشكله دلوقتي، هي دي اللي انا ماسكها دلوقتي. ففي يعني واحد من الناس اللي بيذاكروا يعني القانون الدولي والحاجات اللي كده يقول لك لا، طالما الدوله العثمانيه مضت وانت كمصر وقتها كنت اقليم من اقاليم الدوله العثمانيه، يبقى انت تمشي على القانون او تمشي على استسلام الاسكندريه، وده يتفق عليه دوليا والكلام ده. فانا رديت قلت لهم لا، لان كابتن حسين باشا ده راجل عثماني اللي مضى. نمره اثنين، جون هاتشنسون ده جنرال بريطاني. نمره ثلاثه، الادميرال جورج كيس ده راجل بريطاني.
نمر 4 مينيو، ده راجل فرنساوي مغلوب ومحزون، فين مصر بقى في كل الكلام ده؟ مش موجوده. فما تقدرش تقول لي علشان مصر اقليم من اقاليم الدوله العثمانيه يبقى انا تو كومبلاي او ان انا امشي او ان انا مجبور ان انا اتقبل ايه القانون الدولي. لا، مفيش حاجه عندي هنا بقى اسمها قانون دولي، في حاجه اسمها قانون البشريه الطبيعي العادل الحق، في ان انا ما كانش ليا قوه في وقتها تدخلا في هذه المعارك. المعارك دي كانت بين ثلاثه، الانجليز والعثمانيين من جهه والفرنسيين من جهه، وانا كنت قاعد كصاحب بلد بتتاخد اثاري ومنها لوحه رشيد الحجريه وثابت البلد بطريقه يعني مكحفه يعني. فانت ما عندكش اي عذر يا بطحس يا بريطاني. وبالتالي انا بس هفكرهم بثلاث حاجات، ثلاث نقط كده سريعه. نمره واحد، انا عندي اكثر من 50 متحف في جمهوريه مصر العربيه العظيمه. اكثر من 50 متحف في جمهوريه مصر العربيه العظيمه. هات لي، اتحدى اي دوله في العالم تجيب لي قطعه ولو بنسه شعر، ولو بنسه شعر موجوده اجنبيه مسروقه انا عارضها عندي في متحف، او طالعه من بلدها بطرق غير شرعيه انا عارضها عندي في متحف. اتحدى طبعا مفيش لا يمكن هتجد حاجه زي كده. انا راجل حضاره كريمه وحضاره مؤدبه وحضاره بتعرف تتعامل ازاي مع الحضارات الاخرى. ادي نمره واحد. بالعكس، ده احنا عندنا قطاع استعاده الاثار بتاع وزاره الاثار بيتم الاستعانه بيه، ودي انا عارفها من القطاع ذات نفسه، اتقالت لي من القطاع ذات نفسه، بيتم الاستعانه بيه في بلاد زي كولومبيا والصين وبلاد عربيه علشان عندنا خبره في استعاده الاثار، فبيستنجدوا بينا ويقولوا لنا تعالوا ساعدونا ان احنا نسترجع اثارنا. ادي نمره واحد. نمره اثنين، يقول لك طيب ما هي طلعت، هقول لك طيب واللي يجيب لك نقش على لوحه رشيد الحجريه معمول بايد البريطانيين ذات نفسهم؟ لان انا زي ما قلت لحضرتك انا رحت وقفت قدامها في المتحف البريطاني، ومعايا دلوقتي الصوره بتاعت المتحف البريطاني الرسميه للوحه رشيد الحجريه عندي اهي جنبية، خد بال حضرتك، منبوش على جانب اليسار جانب الشمال بتاع اللوحه. الان لو حد راح شافها هيروحها يشوفها، مكتوب عليها ايه يا فندم؟ كابتشرد ان ايجيبت باي بريتش ارمي، تمام، اسرت في مصر من قبل بواسطه الجيش البريطاني. اسرت كابتشرد، اللفظ كده بالانجليزي هم اللي كاتبينه، يعني جمله صريحه يعني. جدا جد، وهو اللي كتبها، عارف انت، شاهده من هم دول. ايوه خلاص. طيب انت بتقول طبعا انا عايزك ما تعاملهاش يا سيدي عاملها كاسيره، ما هو انت اللي قايل انها اسيره، انت اللي قايل ان تم اسرها كانجليزي. طب انا عايزك لوحه رشيد الحجري من مواطن بسام رضوان الشماع الى المتحف البريطاني، انتم كتبتم ان انتم اثرتوا هذه اللوحه، فانا بطالبكم بمعاملتها معامله الاسرى. معامله الاسرى يعني ايه؟ يعني تروح بقى لاتفاقيات جنيف وتروح لاتفاقيات، لا مش بتقول اتفاقيات عالميه، طبعا اتفاقيات عالميه، رجعها لي لو تسمح. فانت اللي قايل، يبقى بالادله وبالنقوش هذه اللوحه لوحه مصريه مليون في الميه طلعت في وقت مصر. انت بتقول لي العثمانيين مضوا مكانك، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا العثماني مش مصري، العثماني مش مصري، ما فيش واحد مصري وقع على مرسوم استسلام الاسكندريه، ده حتى هم الاجانب لو لاحظت حضرتك ولاحظت حضراتكم الساده المشاهدين مسمينها ايه؟ مسمينها كابيتوليشن اوف الكسندريا، ما قالش يعني ما قالش استسلام فرنسا، ما قالش استسلام الجيش الفرنسي المهزوم، ما دخلش الاجنبي في الاسم خالص، دخل اسكندريه، مالها اسكندريه؟ هي اسكندريه داخله في الموضوع ليه؟ انت بتدخل اسكندريه في الموضوع ليه؟ فلا العثماني مصري، ولا مع كل احترامنا كل الدنيا، ولا فرنسا مصريين، ولا طيب اخيرا لو المتحف البريطاني بعد هذه الحمله اللي هي اللي انا بعتبرها الاقوى، يعني انا بعتبر هذه الموضوع الاقوى، لو هم برضو رفضوا، لان انا بعت للمتحف البريطاني يا فندم واتبعت عن طريق الحمله بتاعتي مرتين وثلاثه واربعه ولم يتم الرد، وبالمناسبه الناس دي بترد، يعني انا لما ببعت لمتاحف ثانيه او المتحف البريطاني في حملات اخرى ردوا عليا مفيش مشكلة. لكن المرة دي لم يتم الرد من المتحف البريطاني، وتم تجاهل الايميلات اللي بنبعتها، وده أكبر دليل على إن هما ما زالوا مصرين على الاحتفاظ وعدم الانصياع لأي فكر منطقي عالمي بشري، وهم بيتشدقوا بكل حاجة تصدقوا بحقوق الإنسان. طيب لو تسمح حط لي جنب حقوق الإنسان حقوق الحضارة. مظبوط فعلا، يعني كلام حضرتك وحضرتك فعلا يعني محمل بهذه القضيه، ويعني يعني باين على حضرتك جدا يعني هذا الاهتمام، واحنا طبعا فخورين ان حضرتك يعني في هذا الصدد، ولكن احنا دايما بنتابع علشان يعني نعرف الاخبار
اول باول، وان شاء الله كده نرى هذه المطالب وهذه المطالبه يعني تاتي الى انفراج في الايام المقبله يا رب ان شاء الله. وان شاء الله تتصلوا بيا ونبارك لبعض بخطوات ايجابيه اخرى ان شاء الله. يا رب امين ان شاء الله. وبشكر الجهود اللي حضرتك بتعملها، وان شاء الله نرى الافضل في الفتره المقبله ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعيه المصريه للدراسات التاريخيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.